نحاول اي يدي كده وعند طبيب اه كنت نسني سيزوار تكشف شويه حاسمه بالنسبه للدراري الضغط اللي عايش، ولكن الحمد لله في مقابله سري اخر والخير غير اللي كنت نتمنى تيدا ان شاء الله غير اللي تلقى ان شاء الله سيما احسن ان شاء الله. ولنا نشكر الفريق اللعابه جميع اللعابه المدربين المكتب اني كنا بالنسبه للنتيجه ديك سيسكا مرضيه واحد لواحد زعما زيان الفريق اللي كلاسينا كاتريام اكسس الرتبه سي زعما الدراري اكسس الفين. وشكرا للسعب مقابلة اللي على ما يرام لا حقصك لي لعب زاد فرقة لإطلاق كانت الرتبة الرجعة. المهم حنا بعض المشاكل المهم سترت على الدراري والحمد لله نتجاوزو هاد المقابلة. جوار ماتش سريع دراري لعبو مزيان تحكيم في المستوى الفريق المنافس في المستوى ماشي سريع.